سنة مرت على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مناسبة خلدت بمدينة شفشاون خلال مؤتمر عرف حضور لفيف من الشخصيات البارزة على الصعيد الإفريقي، مؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية التعاون جنوب جنوب وتجديد التأكيد على التزام المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية في إطار شراكة رابح رابح. أريد أن أؤكد لكم أن مشاركتي لهذه الأمسية كان لابد منها بعد أن دعيت إليها، لأنني من الداعين من قبل سنوات إلى رجوع المغرب إلى الأسرة الأفريقية. جل المتدخلين خلال هذا المؤتمر أكدوا على أهمية الدور المحوري للمغرب، لا سيما على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدان الصاعدة وتعزيز التضامن القاري، فضلا عن تمتين علاقات التعاون بين بلدان الجنوب. استقطبنا 15 دولة إفريقية للمشاركة في هذا المؤتمر، وتحدثنا على مشاريع التعاون جنوب جنوب، وهذا اليوم يعني احتفلنا بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وأيضا كل الدول الإفريقية المشاركة ساندت عودة المغرب إلى السيدياو. المؤتمر وعلى مدى يومين تطرق إلى العديد من الملفات التي تتمحور حول رهانات عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والاستثمارات المغربية بإفريقيا، كما تناول المؤتمر مواضيع تهم الهجرة وسياسة إدماج المهاجرين الأفارقة في المجتمع المغربي.